وقت اللي باش نحكي لكم على المواطن التونسي اللي تمس في القفه نتاعو، وقت اللي المواطن التونسي استعدادا لشهر رمضان المعظم، فما ارتفاع مقلق في اسعار السلع الرمضانيه خاصه ومختلف السلع الاساسيه، الشيء اللي زاد من حجم الضغوطات على كاهل المواطن التونسي. هو من المفروض بشهر من كل عام تبدا التحذيرات من قبل وزاره التجاره والا اتحاد الفلاحه وغيرها من كل الاطراف اللي عندها علاقه بالمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائيه والا مختلف المنتجات الفلاحيه، وقت اللي مختلف الاطراف يصرحوا في هذا الاطار ويقول لك انه فما مخزون كافي لشهر رمضان ما عدا اللي كانوا عرجوا على غياب ماده الحليب. لكن شهر رمضان هذايا هل انه مش يشهد على مستوى التزويد الضمين والا التزود والا التحكم في الاسعار والمراقبه الاجتماعيه اللي هي من المفروض ديما تكون المحور نتاع مختلف الاجتماعات الدوريه للمديرين الجهويين في مختلف السلطات، مختلف وزارات الاشراف اللي تكون في الاطار ذي كما تحدثنا على وزاره التجاره واتحاد الفلاحه وغيرها من الاطراف هذوما. نحكي اليوم على ارتفاع مشط في الاسعار، وانطلاقتنا باش تكون من نقطه المرشي الوسلاتيه والسوق الاسبوعيه بالوسلاتيه وارتفاع مشط في الاسعار اللي كان نهار السبت. الوراثه 17800 تبدينا مريم 5800 الشورو 7600 المرجان 8600 الغزال الكعبه ب 8 دينارات. مريم بالنسبه للدجاج، الدجاج 8415 الكيلو، الكالوت 16170. نعرجوا على موضوع نتاع العظم مريم. الحاره بين 15150 وبين 16100، شكيت 14180 ما شفناهاش اليوم ما تماش. نمشيو اللحوم الحمراء اليوم ما عندناش في السوق لحم بقري، عندنا لحم علوش 40 دينار، البرش 38 مريم، الدواره بين 36 و40 دينار. اليوم من مفارقات انها الدواره تباعت كامله، خاطر نحكيو هنا في الوسلاتي على دواره كامله بالكبده وكل شيء. تباعت مريم اليوم 55 دينار. دواره ب 55. دواره بتباعت اليوم، اما يجيك ما مستهلك يجي يحب ياخذ دواره كامله، تجي عائله ويجي كذا، اليوم الدواره فلوسها في العاده بين 36 و40 دينار مريم، اليوم 55 دينار تباعت. راس علوش 12 دينار، كانت قبل بين 10 و12، اليوم 12 دينار. دوك اللي لاحظ. فوالا دواره ب 55 دينار، هذا اللي لفت بال الساده مستمعين واللي كانوا دخلوا معنا في الاطار هذايا. شنو حكايه هالارتفاع المشط في الاسعار، خاصه في تصريح رئيس غرفه القصابين احمد العميري اللي قال قطاع اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المعظم من المنتظر انه باش نشاهدوا ارتفاع كبير في الاسعار بين 34 و38 دينار للكيلو الواحد من لحم البقري حسب كل جهة وجهتها. اليوم نحكي على لحم العلوش اللي بين 40 و42 دينار وينجم يوصل حتى الأكثر من هذا، وقال اللي مشكل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تعاني منه كافة ولايات الجمهورية. لكن المواطن ديما سؤال يطرح نفسه، إلى أين غلاء الأسعار خاصة في ظل غياب الاستراتيجيات اللي قاعدين نحكي عليها، وخاصة اللي نعرفه التونسي والمستهلك التونسي يدوين وقت اللي تتمس القفه نتاعو، وقت اللي يقول لك القفه نتاعي بالنسبه لي انا تعنيني، وقت اللي نتمس في مختلف المواد الاساسيه راهو نتمس في كل حاجه تنجم نحكيو عليها، وقتها ما تقولش المواطن وما تحكيش على لهفه المواطن. اليوم مختلف الاطراف باش نحاولوا نتناولوهم في الموضوع هذايا، ديما منظمه الدفاع عن المستهلك على اعتبار انه التونسي مستهلك بامتياز، نحكيو معهم في الاطار هذايا حول حملاتهم التحسيسيه، حول رايهم، حول كيف في طرق الارشاد، زاد كيف اتحاد الفلاحين باش يكونوا حاضرين معنا في الاطار هذايا. وانتم زاد كمستهلكين تنجموا تدخلوا معنا على 70035120 والا 77288307. انت كمواطن، انت كجزار، انت كخضر تنجم تتفاعل معنا في موضوعنا هذا، غلاء الاسعار في تونس الى اين سنصل بهذا الارتفاع؟ هل انه التونسي قادر يجاري النسق هذايا والا لا؟ المواطن التونسي وغلاء الاسعار في رمضان. مري منصوري كوتي ميكرو، نوفل الشرطاني وامنا بوخيت في الاخراج التقني الحسن، محمد سيف الدين بولعريس. سينو تلقاو انس وسوسن في استقبال مكالمتكم الهاتفيه 70 35 120 77.